انا مع عمرو كان تيصحاب لي بالله المهدي المهدي المنتظر صدق تونسية. الحلقة الثانية برمجكم 90 ثانية بالدول العربية، يعني هو سيدي البلد مضيف، لا ما نطولوا تونس على بركة الله. أقسم بالله العظيم أنا المهدي المنتظر، أقسم بعز جلالة الله. حالة من الجدل أثارتها الفنانة التونسية إيمان العميري التي سبق لها المشاركة ببرنامج ستار أكاديمي بعدما نشرت مقطع فيديو ادعت من خلاله أنها المهدي المنتظر، وأكدت الفنانة التونسية عبر الفيديو أنها المهدي المنتظر وأن وحيا أتى إليها واختارها لتخلص العالم. قبل ما نستلا فيديو إن شاء الله بإذن الله عندي جوج ديال الحوايج. اول حاجه الاخ ولا الاخت الله يجازيكم بخير، تبوقتي بعد على التليفون، راه مره كتلقاك راه داير شي حوايج اللي ما كنتيش ناوي ديرهم. ثاني حاجه عندي طلب للمهدي المنتظر ديال تونس، هاد الاخت هاي اختي كنت باغي نتزوج وندير عقلي وندير وليداتي، ولكن عندي طلب قبل ما نتزوج الله يرحمك الوالدين. دابا نعطيك العنوان ديالو في الديسكريبشن، دير واحد المقله ديال الحوت وبغيت نتعشى معاك. راه هو المسيح الدجال، الا كنتي تلمو المهدي المنتظر انا المسيح الدجال، راني مطيب واحد المقله ديال الحوت اللي فيها الفوريلا، ناقصي لي جوج حوايج، جوج قراعي ديال الكوكا الكيسان راه كاينين، وانتي نشوفكم في حلقه ثالثه ان شاء الله بلاد جديده وفيديو جديد. السلام عليكم.